طيب خلينا ناخد الدكتور محمد شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه ونعرف تفاصيل اكتر. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضراتكم، اهلا بيك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك، بنبقى سعداء دايما حضرتك تكون معانا وتفيدنا اكيد بالمعلومات. وزي ما كنت بتكلم في الاول، يعني فكره هنا الشبوره عامله الى حد ما برضو مشكله لناس كتيره جدا، لان برضو حاجه مش معتادين عليها. الشتاء ده بدايته كده بيشهد العديد من ظواهر مختلفه شويه، خلينا نقول. فخليني اروح مع حضرتك لتغيير المناخ لو تسمح لي، وفكره هنا برضو ظهوره منذ الثوره الصناعيه والاحتباس الحراري، و فكرة يعني ممكن ان ده يؤثر بشكل كبير زي ما كنت بتكلم انا وكريم على بعض الدول والمناخ السائد في بعض الدول واختلاف الشتاء والصيف، يعني مدى خطورة ده وازاي برضو نعالجه؟ خلينا نعرف من حضرتك دكتور محمود. مفيش كلام طبعا حضرتك ان التغيرات المناخية اتأثر بيها العالم كله. بعض الاماكن ما كانش فيها سقوط امطار غزيرة بدأت تسقط فيها الامطار الغزيرة، اماكن اخرى كان معتاد فيها الطقس بيكون شتوي وممطر، اتأخر الشتاء فيها مدة طويلة خاصة الشرق الأوسط بصفة عامة هذا العام. الملوثات طبعا ما فيش كلام، الثورة الصناعية هي اللي يكون ليها الدور الأكبر والأساسي والرئيسي في التغيرات المناخية، لأن الملوثات في الجو إلى حد كبير بتعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري اللي بتأثر ما فيش كلام على الطقس بصفة عامة، وبتعمل على تغير المناخ من منطقة إلى أخرى. فاحنا مستشارين بده في واضح جدا في فصل الشتاء السنه دي، احنا كنا بنستشعره في الفصول اللي فاتت سواء كان في الربيع او الصيف الماضي وقبل الماضي، نسب الرطوبه كانت عاليه بس درجات الحراره ما كانتش ترتفع بشكل كبير في الصيف. ايضا شتاء هذا العام لسه الاجواء، احنا في 2 طوبة النهارده، محدش يصدق ان 2 طوبة وداخلين كمان على موجه تعتبر موجه مائله للحراره، في ارتفاعات في درجات الحراره خلال 72 ساعه القادمه. يعني مش معتادين على كده في شهر طوبه بالذات، لانه يعتبر ابرد شهور وفقا للوصف المناخي. كل ده طبعا نتيجه التغيرات المناخيه. احنا كنا بالفعل الفتره اللي فاتت الموضوع زاد شويه في الثوره الصناعيه نتيجه كورونا اللي كانت موقفه عديد من المصانع وعديد من النشاطات ما كانتش موجودة، بعد كده بدأ يتفتح مرة أخرى، فبدأ الشغل يكون بكثافة أكتر في المصانع لتعويض الفاقد منها والخسائر اللي حصلت عندها. فده ممكن يكون ليه تأثر سريع خلال الفترة اللي احنا فيها دي من التغيرات المناخية. يعني احنا بنقول خلال الأيام القادمة استمر معانا الشبورة الكثيفة بكرة وبعده برضو، ولكن إن شاء الله بحب أبشر السادة المواطنين إن الشبورة هتبدأ تتحسن بإذن الله وهتقل كثافتها اعتبارا من يوم الأربعاء، هتبدأ الأجواء تبقى شبورة طبيعية جدا، ولكن هنبقى مستشارين بارتفاع في درجة الحرارة يوم الثلاث بشكل ملحوظ، متوقع انها تصل ل 26 درجة مئوية على القاهرة. بالإضافة إلى كده احنا رجعنا صيف تاني، احنا رجعنا صيف تاني يا دكتور محمود ولا ايه القصة دي؟ تغيرات واضحة جدا في المناخ. يوم الأربعاء من 25 برضه درجة، وهيبقى في نشاط رياح وتراب على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وشمال وسط سيناء. يعقب هذه التغيرات هيبقى في انخفاض في درجة الحرارة يوم الخميس، وسقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية بصفة عامة ومناطق من الدلتا، قد تمتد أمطار خفيفة إلى القاهرة. يعني في تقلبات وتغيرات هنشاهدها إن شاء الله مع نهاية الأسبوع بإذن الله. على يعني انا مش عارفه اقول ايه، بس ربنا يسلم فعلا ونبتدي نتوجه زي ما العالم كله بيتكلم على الطاقه الجديده والمتجدده، ويمكن هي دي مستقبل بقى العالم للحد من هنا كوارث يعني تغيير المناخ. نشكرك جدا دكتور محمود، شكرا لحضرتك.